اللي شفناه ده ملوش دعوه بمشاكل، ده اجرام. المفروض ان يبقى في قانون ان الطبيب اللي يعمل كده ده يتشنق، ده قتل. تاني الفيديو، الراجل ده اتقتل من غير طب شرعي ولا اي حاجه، بالمقصات دي والقذاره دي والملايات دي والدم اللي هو غرقان فيه ده، الراجل ده اتقتل. لا يعني لا يقل اهميه عن اي جريمه بنطلعها، واحد ضرب حماته، حماته ضربته، جوزها قطعها، ده لا يقل اهميه. ده واحد اتقتل، دي عمليه ولا جريمه قتل؟ حد يرد عليا بما يرضي الله، دي عمليه ولا دي جريمه قتل؟ مين معانا؟ محمود من الأقصر. اهلا بيك يا محمود ادريس، الأقصر. اهلا، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الأقصر عامله ايه؟ والله يا استاذ رهام، يعني ما عندناش سياحه وما عندناش تعليم، كمان الصحه بتاعت الناس الغلابه، يعني هنروح فين؟ احنا والله العظيم مش عارف نروح لمين، ربنا. يعني انا بتكلم بالنيابه عن محافظه كامله، انا يعني بوصل لك صوره المواطن. ليه؟ طب ما انا لما جيت لك، فاكر لما نزلنا من الفندق ولقينا عيانين كتير قوي مستنيين تحت عشان مش كتير قوي قوي، والناس يا عيني غلابه فعلا عايزين اعتنا. ده يعني انا مش عايز اقول لك، لو اقدر كل يوم ابعت لك مش عارف كام، بس ربنا يكون في عونكم انتوا. لا بس احنا متفقين ان اي حد مريض عندك تبعته لنا فورا. والله الاستاذ اكرم قايم بالواجب وبيكلمهم وبيتابع معاهم، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه خطيره جدا. يعني تخيلي بلد زي الاقصر بمكانها وسياحتها والناس الغلابه اللي فيها دي، عندنا مش عايز اقول لك الصحه يعني مش موجوده اصلا. يعني المستشفى الاقصر لما تروحي حضرتك الطوارئ دي، اي اول حاجه تقابلك الطوارئ، تسالي على الدكتور يعني النبطشي الموجود مش موجود، راح فين؟ شوفوه في غرفته. طب مش عارف هنتصل بيه فين؟ طب يعني انا بتكلم صح، ده ملوش علاقه بامكانيات. طبعا يعني حضرتك المريض المستعجل ده يروح فين؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ ارهام، يعني مثلا مريض الكلى اللي عايز يغسل يروح يقول لك الجهاز موجود بس مش شغال، المريض اللي عايز قسطره الجهاز موجود مش شغال، رسم المخ، رسم العصب، الاجهزه موجوده بس بايظه، ما عندناش فلوس نصلح. طب يا جماعه، طب الغلبان ده هيروح فين؟ بجد والله العظيم الغلبان هيروح فين؟ وما تزعليش، يعني انا مش بتكلم، يعني انت عارفه انا مش هذكر اي حاجه انا بعملها، بس الاستاذ ارهام سعيد وصبايا الخير، لو عالجوا واحد واثنين وعشرة وخمسين ومية، طب الناس الباقيه مين هيعالجهم؟ حرام والله اللي بيحصل. لا ونعالجهم فين؟ انا بشكرك جدا يا محمود ومقدره جدا ان انت بتحب الاقصر، والاقصر دول اجدع ناس، بس هي مش دي المشكله. انا عايزه اقول لك ان حتى لما بندور على حته نعالج ما بنلاقيش حته نعالج. يعني العنايه المركزه، عايزين نعمل قلب مفتوح ماشي، فلوس موجوده والدكتور موجود، مفيش عنايات مركزه. مفيش عنايه مركزه تاخد العيال. يعني طب كلمونا، يعني نقعد مع بعض ونعمل حملة تبرعات. لو هي مشكلة فلوس، يعني نعمل 3-4 عنايات مركزة بكام؟ يعني 10 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 12 مليون. احنا عاملين في التأمين الصحي متكلفة 4-5 مليون جنيه الفنتليترز بالأوضة بكده. يعني لو عملنا 3-4-5 ب 25 مليون جنيه، ده مش رقم، ده مش رقم خالص. أم إيمان. مساء الخير يا مدام ريان. مساء النور، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. طبعا قبل أي حاجة، يعني أنا بقى ناشد الرئيس عدلي منصور إن هو لازم يجازي كل واحد في المستشفى دي. مستشفى الموظفين؟ ده لازم. والمفروض وزير الصحة ما يقعدش على مكتبه، ده ينزل يعمل مداهمات كده زي ما بيقولوا بالبلدي. بالظبط، هو مفيش حاجه تانية المفروض يعملها على فكره. مفيش حاجه المفروض يعملها في مكتبه، مفيش حاجه تعمل في المكتب. ينزل يشوف المستشفيات ويشوف الغرف ويشوف العنايه المركزه ويشوف العمليات وبعدين اي دكتور يعمل اعتصام ده بالظبط ده يتشتب من البكالوريوس كده، ما يصلحش ان هو يبقى دكتور.
لان ده في زي ما حضرتك قلتي في ارواح ناس انت بتتعامل معاها، دي مش مهنه. صح، ده واجب. انا بشكرك، هي فعلا مش مهنه فعلا. الطب والامن والاعلام وحاجات الجيش دي مش مهن، ده واجب. ده واجب انك توعي الناس وتخلي بالك منهم وتعالجهم وتحافظ على امنهم وتحفظ الارض، ده واجب. انت بتاخد عليه فلوس ودي مهنتك، تمام، لكن هو واجب. مين؟ انيسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس حبيبتي انا بجد انا من ساعه ما شفت المنظر اللي انا شفته ده وانا بجد، لان انا مكويه على عروسه ميته مني في حادثه ابوها بات وراها. والله يا بنتي انا رب العالم بيا، انا رحت المرأة عشان نشوف. ايه دي بس، انت بنت حضرتك توفت يا شاب؟ خلص جيش وراح ليبيا، قعد شهرين في ليبيا وجاني عايز رايحة، حصلت له حادثة في ليبيا يعني، ودوني مستشفى المغربي. طب ممكن تهدي بس، اهدي كده وصلي على النبي. ده خدوا منه لبق القرمان اللي عرفوني انا ست يعني مش متعلمة، بس انا مش عارفه بالظبط ايه اللي حصل لابني. عينه راحت بسبب المستشفى دي، خدوا العدسه بصراحه والعدسه بتاعت عين ابني.